التركيز على الهدف مطلوب. إذا بتكلم عن عمل أو مسلسل استوديو 21، هي تجربة جميلة مستمتع أنا فيها للأمانة مع أخواني الفنانين وزملائي السعوديين، ومعنا أيضا ضيوف من الوطن العربي، ومعاي أيضا الفنان أخوي عبدالعزيز النصار من الكويت، وهو بقيادة الأستاذ الكبير المخرج محمد دحام الشمري. احنا قاعد نسوي عمل ستكم كوميديا لايت، فإنك أنت تظهر كممثل شاب على شاشة مهمة مثل MBC هي شغلة كل فنان خليجي اليوم يطمح لها، فإحنا الحمد لله حصلنا على هذه الفرصة أن نطلع بهذا الوقت الذهبي، وإن شاء الله نقدم عمل ينال على إعجاب الجمهور. إذا بتكلم عن الشخصية اللي مقدمها داخل العمل، مقدم شخصية حمد أو حمودكا، مشهور بالسوشيال ميديا لكن بالفترة الأخيرة قلت عنده نسبة المشاهدة، فظهر على هذه القناة بحيث أنه هو يبي يطلع لقاء وكذا ويزيد عنده الفولوورز، لكن تدبس بعقد احتكار من مدير القناة وصار داخل القناة وتعرف على بنت اسمها أميرة وعجب فيها، وصار بينهم علاقة رومانسية وعجاب، وتفاعلنا تقريبا كلنا مع بعض، احنا كل يوم جاي يصير معنا موضوع جديد وكوميدي وتكون له بداية وسط نهاية. شوف الأمانة الرسالة اللي احنا بنقدمها حق مشاهير السوشيال ميديا أو حق الشخص اللي هو يبي يصير مشهور في السوشيال ميديا، اليوم احنا لازم نعترف ان السوشيال ميديا مهمة جدا، لكن الشخص اللي بيكون مشهور أو مؤثر خلي يحاول كثر ما يقدر انه يكون مؤثر بشكل صحيح، يأثر بالناس صح، ما يكون مثلا مشهور على شيء ما له معنى أو داعي، لأن اليوم السوشيال ميديا بيد أخواننا الصغار، بيد أهالينا، الكل يشوفها، الكبير الصغير، فحاول كثر ما تقدر تأثر بالناس صح. والحين هذا ثاني عمل كوميدي، هو دائما حطني براسه بالأعمال الكوميدية، ما الدراما ما يكلمني أبو عزيز، فبالعكس أنا مستمتع معاه. وأستاذ محمد يعني من المخرجين المهمين اليوم بالخليج والوطن العربي، وأيضا هو حس الراقي والكلاس مهم أحيانا في الكوميديا، بحيث أنه يكون البالانس، احنا ممكن يأخذنا الإفي ونتغشمر ونقول فيهات، وهو لأنه ثقيل فخلاص يقول لا خلاص قول هذه قول هذه قول هذه، فالمكس جميل. استديو 21 على MBC1، رمضان يجمعنا.